طبعا أحلام، تتابع لكم الآن تطورات الأحوال الجوية في المنطقة. إليك أحلام. شكرا محمد. أهلا بكم مشاهدين من جديد مع متابعة الأحوال الجوية. طبعا كما نعلم شهدت الرياض منذ الأيام السابقة موجة كبيرة من السحب الماطرة. سنلاحظ جزء بسيط من الصور التي شهدتها مدينة الرياض في السعودية من الأجواء الماطرة التي غمرت الشوارع وعملت على تجمعات مياه كبيرة وعملت على سيول وتعطيل بعض الطرق وعرقلت حركة السير. طبعا مشاهدين ننتقل من هذه الصور لنتابع الأحوال الجوية عبر صور الأقمار الصناعية. يبدو أن هناك موجة في طريقها إلى السعودية مرة أخرى، ستبدأ اعتبارا من يوم الجمعة القادم وستكون بكمية كبيرة أكثر من التي شكلتها في هذه المرة بسبب حركة السحب الماطرة التي ستؤثر عليها لثلاثة أيام متتالية ستبدأ من يوم الجمعة. هناك موجة من السحب الماطرة قادمة من البحر الأحمر ستؤثر بداية على جدة، على جميع مناطق جدة الساحلية والجنوبية، ومن ثم يمتد تأثيرها إلى الرياض وينتهي بها الأمر إلى المنطقة الشرقية، ولكن ستكون هذه المرة أيضا قوية وغزيرة الأمطار، ممكن أن تعمل على تشكل سيول كما لاحظنا في الأمطار التي سببتها في غزارة الأمطار التي تسببت في تشكل سيول خلال الأيام السابقة. طبعا المنطقة الجنوبية في السعودية ما زالت هناك حركة سحب فقط تعمل على أجواء غائمة وتوقعات بهطول زخات من الأمطار فقط. نكتفي بهذا القدر لهذه الساعة، والآن عودة إلى محمد.